يغيب اللي هو دلوقتي على فكرة ما فيش إمام بالنسبة لهم. بالنسبة لأي حد مؤمن بكتب دي مش تطرف. هذا الرئيس ليس إمام، إمام المسلمين ما بيجيش بالانتخاب والديمقراطية والكفريات دي، وما بيحكمش بالدستور وما فده مش الإمام. وهات واحد يكذبني. إسلام، النقطة الأولى أنك من البداية ابتدأت خطأ في قولك أن العلماء الفقهاء المذاهب الأربعة يرون أن الموجود هذا ليس بإمام. الكلام هذا غير صحيح الذي تقوله، لأن هذه مشكلة، يعني تعطون مقدمات خاطئة بالتالي تأتي نتيجة خاطئة. الذي عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة أن الذي الوضع الموجود هذا يسمى إماما، واعتبروا حتى المتغلب إمام في كلامهم في تفاصيلهم، ولعلك طلعت على هذا. فعدم اعتبار الموجود إمام هذا غير صحيح. شوف البداية هذه غير صحيحة، بني عليها الباقي كله غير صحيح في تطاول على الأئمة واعتبارهم سفلة وإلى آخره. اترك الباقي للشيخ أسامة. أولا